انقذتنا من حاجات كتيره جدا يعني. فانا عايز اقول كابتن مالي عشان خاطر رجع لنا مره ثانيه نروح لسياده اللواء لواء حرب الدرجه. سياده اللواء ازاي حضرتك؟ اتفضل. اهلا اتفضل يا فندم. عايزين نعرف برضو من حضرتك خارطه الطريق للاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك، وحضرتك كنت واحد من العظماء في هذا الموضوع يعني. هو خارطه الطريق بيني وبينك ان احنا يعني احنا ولادنا ما كانوش مستعدين استعداد كامل. نعم. يعني مش عايزين نزعل منهم قوي، لان احنا كل اللي فيها عملنا لهم مادتين حبي. كان زمان محمود الجوهري او المجموعه اللي كانت ماسكه شوقي غريب وكابتن حسن شحاته وي كانوا بيعملوا ماتشات بيقعدوا حوالي مثلا يلعبوا لا يقل عن 15 20 فرقه قبليها. وكان نمرة واحد أدام أنا داخل بنظم بطولة يبقى لازم زي ما احنا دولة استعدت للبطولة وعملت جهد غير عادي، كان مفروض من نواحي الفنية كان لازم يبقى عندنا احتكاك كويس قوي. نعم. فبيني وبينك احتكاكنا ما كانش احتكاك على المستوى، هم ماتشين اتعاملوا وماتشين ما اعرفش اتعاملوا مع فرقة عبارة عن ايه الفرقة. فدي كانت عامل رئيسي من العوامل. الحاجة الثانية إن المفروض الدولة دلوقتي طالما هي بتفكر ان قبلت استقاله المجلس مع كل الاحترام والتقدير، المفروض انه نجهز نفسنا بقى، لازم يبقى في تخطيط، والتخطيطات دي حصلت قبل كده كتير الحقيقه. يعني التخطيط لقطاع الناشئين، وقطاع الناشئين ولاد كبروا وبقوا مهيلين جدا وجابوا بطوله كاس العالم وجابوا ثالث كاس العالم وجابوا نتائج حلوه جدا، 70% من نتائج المنتخب تحققت في ظل مجالس كانت موجوده، اخد بالك؟ أيوة. الكلام ده لازم نعيده تاني بقى وننقي القيادات، ولما يجي ننقي ناس على مستوى يعني مع احترامي للكل، ننقي ناس لها تاريخ ولها 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 انضباط ولها ولها، انما احنا بيني وبينك يعني تعجلنا كده في حاجات كتير. طيب يا فندم، يعني حضرتك شايف ان اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم هو اللي هيكمل الثلاث شهور القادمه ده قانونا، القانون بيقول كده. لو حضرتك حابب توجه له نصيحه يعملها خلال الثلاث شهور اللي جاي دي، يعمل ايه في ظل ان احنا عندنا مثلا قوائم يجب ان يتم نعرف هم 25 ولا 30؟ هو لازم مع احترامي ليه راجل محترم ومناس طيبين، هو راجل كويس، انما لازم يجيب جنبه حوالي 5 6 8 10 15 واحد يبقوا جنبه ويقعد هو يشوف المطلوب منه ايه، المطلوب منه ايه؟ نعم. ويحقق هذا المطلوب من المجموعات، لكن مش هو اللي هيقول بقى والنبي هعمل والنبي هيعمل ايه؟ هيعمل ايه لوحده؟ هيعمل ايه لوحده؟ يعني حضرتك بتقول ان هو لازم يبقى مع المجموعه، يبقى في تفكيرها انها تخطط لمستقبل كره القدم في مصر، نخطط لها ايه اللي هنقدر نعمله؟ ايه الفرق اللي هنقدر نبدا بيها؟ حاجات كده. مجموعه فنيه ولا اداريه يا فندم؟ لا اداريه دي نمره واحد، فنيه ما انا عندي 5000 مدرب. يعني حضرتك شايف ان هو يجيب 5 من الخبراء الاداريين الكبار كل حاجه. انما لا مجموعه اداريه، كيف تستطيع ان تدير مشروع كره القدم الوقتي، وكيف نخطط ليها، وكيف نعيد الامجاد اللي حصلت في مجالس كثيره قبل كده. وبعدين بقول لك احنا ظلمنا الاولاد دول، لان احنا عملنا لهم ماتشين حبيين مع فرقتين تعبانين قوي. محمود الجوهري كان بيعمل 20 و25 ماتش، بس كان بيجي على حساب الدوري شويه ساعتها يا فندم. يا دوري ايه وبتاع ايه بقى؟ انت ساعتها بتنظر لمصلحه المنتخب. عندي تقول دوري. ايه دوري دي؟ ما الدوري ما احنا بنلعب 50,000 دوري اتعمل قبل كده. يا دي نعمل الدوري بعد، نعمله بالاشبال، نعمله باي حاجه. لكن الفرقه اللي جايه تتشرفنا زي الحكومه ما شرفتنا وعملت الشغل الحلو الجامد الجميل ده، كان لازم برضه نعمل نفس هذه العمليه مع فرقه محترمه جدا قادره، اتعمل لها تخطيط ولعبت وفنيت بعض وفهموا بعض، لكن ما جيبش بقى من بره 3-4 جايين يا عيني غلابه ومخلصين الدوري الاوروبي والدوري الامريكي والدوري اللي معرفش ازاي. ده احنا غلطنا في حق الاولاد برضه. يعني مش الغلط احنا، الغلط من الاولاد بقى ولادنا، لا غلط مننا. طيب يعني انا بشكر حضرتك. تقول ان كله يقول لك مدرب اجنبي ومدرب مصري. اجنبي ايه؟ المدرب المصري عمل نتائج من غير ما تفكر. المدرب المصري. المصري حسن شحاته وفلان 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 يجوا 3-4 جو غريب، الاولاد دول عملوا نتائج غير عاديه
ونتائج جبنا سبع بطولات على مستوى الافريقي على افريقيا. ايوه حصل ولا ما حصلش يا راجل؟ بس وصلنا كاس العالم مع مدرب اجنبي. انا اقول بقى والنبي اجيب اجنبي دلوقتي؟ اجنبي ايه دلوقتي؟ اجنبي ايه اذا كان انا اذا كان الجوهري وحسن شحات عملوا بخمس ست سبع بطولات على الامم الافريقيه. ايوه دلوقتي اخليني في اولادنا اللي عندنا هنا والناجحين واللي عملوا محصول كويس ده. بس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق والاسبق الحقيقه. يعني قال برضو كلام مهم ومع ان يكون هناك مدير فني بس في نقطه وطني في نقطه مهمه جدا يعني.